سوسة. مرحبا، اسمي سوسة، أعيش مع أصدقائي داخل فميجاد. هنا حفرت منزلي في سنه هذه، لأن جاد لم يواظب على تنظيف أسنانه، وكان يأكل الكثير من الحلويات ويشرب الكثير من العصائر، لكنه قصد طبيبة الأسنان، فقامت بطردنا وتنظيف أسنانه، وأصبح جاد يواظب على تنظيف أسنانه صباحاً ومساءً، وأنا مضيت في طريقي أبحث عن بيت آخر في فم آخر. صغاري الأعزاء، اهتموا بنظافة أسنانكم لتبقى سوسة بعيدة عنكم.